ذاتي انه سلوك المجتمع المدني بتخاطب مع الاعلام في هاي الفتره بالتحديد كان في نوع من يعني كان بحاجه لخطاب مختلف شوي. انت مجتمع مدني بيعاني من تضييق، ما حد بينكر حجم التضييق اللي عم بتعاني مؤسسات المجتمع المدني، فانت بحاجه انك تكسب قدر الامكان من الاصدقاء لإلك، مش تكسب اعداء في اول مره بتحقق فيها نجاح بهذا الحجم. كان على المجتمع المدني انه يكون اذكى بالتخاطب، حتى لانه اكيد في كثير قصص ثانيه راح يشتغل عليها مستقبلا، فكان يفترض يتعامل بطريقه تكون خطوه لشيء ثاني لقدام.